سيابيل اليوم كيفاش تشوفها سهيل؟ وضعية أقل ما نجم نقول عليها مزرية. مزرية. آه. إذا كان نحكي بنسبة مئوية، نسبة البقاء متاع سيابيل قديش؟ بالنسبة لي أنا، في عيني أنا 100%. مش تبقى سيابيل؟ إن شاء الله، أنا ديما هك. روغز نقول لك حاجة، أنا نبداو قبل الخاسرين، يعرفوني أصحابي كل. دقيقة 90، أي رابحين واحد بلاش. تمركي لك جمعية في الدقيقة 91. تلقى ليكيب الكل هبطت ايديها عملوا كيما هك، حتى في بولوني هذي انا تلقاني نهز في الكوره نحط فيها في السونتر باش نمشي نمركي. طونك يا لي طونك يا لي سبوار يا توجور لافي. شكون متسبب في الوضعيه اللي وصلها سيابيليو؟ تراكمات، اما اكيد وانه اللي شكون جا ورا مهدي بن غربي؟ عبد السلام الصعيدان خذا جمعيه ديفيسيتير في 2 مليار دوات و700. قال انا طيحت ديفيسيت ولا اليوم الديفيسيت تاع سيابي 8 مليار دوات. والجمعية اللي خذاها الملاعبية اللي كانوا فيها الكل بريسك تبيع. إبارا، يوسفا، فيدي بن شوكر، السايسي، نعرفش أنا، الرجيبي، نعرفش برشا ملاعبية. أنت من العباد اللي تطلب في الوديت فما تحركات. لازم. رئيس الجامعة كان جاي وقتها هو الوديت هو الوديت هو أغزر كي شد عبد السلام الصعيداني الجمعية أعطيني شوية سباس. نحكي معاك كيما هك وخيان. قال لي قلت له يسوى عبد السلام راهو فما راهو اكبر برشا سيابي والمسؤوليه كبيره برشا راهو لازمك أكبر من عبد السلام مش سيابي. اكبر منه هو كشخص لازمك عندك 3 4 مليار دويت اقل شيء في مكتوبك داخل بهم ما دامك داخل على جمعيه ديفيسيتير بثلاثه هذا شنو نعرف اش تنجم توقع وبروجي سبورتيف اهم حاجه شنو هو البروجي سبورتيف نتاعك راهو لي بريزيدون دو كلوب اليوم مشكل سيابي مشكل سيابي برك نحي الاسبيرونس على جنب واستثني السي اس اس والاتوال شويه الباقي الكل يقاسيو في الشيء هذا كيفاه علاقتك به اليوم سهيل عبد السلام سعداني خاصه بعض الاسكلاش اللي صار بيناتكم في اف ام انا بالنسبه لي وفات الحكايه وانتهت علاقتي به ما نختلفش مع علاقتي به طيب حد على حد مخي هو ما يقبلش لا نقد لا كريتيك لا حوار دونك نجم كي نتكلم هكا باش يعاود يقوم يطلع يسب بالنسبه لي كان باش يعمل هكايا ما على الحيط احنا انا علاقتي به عادية خليني نقول خاطر فما حاجات كان يجم يقف فيهم معايا خير في اوتوريزاسيون في حاجة في اليوم كي يجي لسعد دريدي ولا مير كنزار يحب ولا المنتصر الوحيش يحب سهيل بن راضي ادجوان في سيابي علاش ليه؟ هو الفرض بالطبيعة علاش؟ برس له وقتها جاء منتصر الوحيشي لسعد الدريدي في سي انا متاكد اللي لسعد الدريدي وماهر الكنزاري متاكد كيما نغزل لك تو نحييهم برشا اخواتي هذم وترينيت عندهم وكورت معاهم ونحبهم ياس يعني هكا تربينا علاش قال لي؟ ما نعرفش هنايك البوان دانتيريغاسيون الكبيره نتاع الرابور فينونسي انا نراهك خاطر سهيل بن راضي ما يجمش يرا حاجه عوج في السي بي ويسكت شك فما تلاعب فما سرقه اليوم في السي بي ما نشكش اما جنون الجنون احنا نعملوا بهم سيمينير جنون في الكوره نعملوا سيمينير كل واحد كل جن وين نبعثوه يكور جن نمرو 7 ظهر لي فهمتي مش عاجبتني احواله 8 مليار دويت انت خذيت جمعيه اغزر باش نعطيك كلام جمهور السيابي جمهور السيابي البسيط عقلانيا انت بعت اونتر 5 و7 ملاعبيه 7 مليار دويت ملاعبيه اوكي ديون الهيئه اللي قديمه 2 مليار دويت 700 انت صححت عليهم بعت بين 5 و7 كل عام يدخل لك مليار مليار و200 بين السير وبين درشنيه وبين الولايه وبين واحد هذوما بريسك 10 مليار دويت بين بيوع واحد زدت حطيت انت 2 مليار دويت 12 وزادت الجامعه مسبقت لك 2 مليار دويت اليوم ومحيوها برشا الجامعه على موقفها مع النوادي الكل على راسها وادي الجيري مسبقت لك زوز اخرين 14 مليار دو في 4 سنين اعطيني العامين الاخرين تقرير مالي نعرف اللي الملاعبيه بريم دو روندمون تاع العام الاولين تاع العام الثاني ما خذاوش على هيك شكاوا العام الثالث